مساء الخير مشاهدي متابعي موقع الصراع الاخباري، عودناك كل ما هو جديد ومن موقع الحدث. معاكم النهارده الجيران او في الشارع كاف خلف بطاطا. الجيران قالوا في يعني واحده ست يعني بتربي في ايتام وكده، فنعرف منها ايه الحكايه. فاحنا شايفين ما شاء الله حياه قدامنا، هي بنت هاديه قوي وما شاء الله. اسمك ايه؟ تعالي كلميني كده. ايوه اسمك ايه؟ راندا. راندا ما شاء الله عليها واعيه وجميله جدا، حياتها هاديه شويه زي ما انتم شايفين. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ها؟ حياتي هاديه قوي حياتي. تعالي راندا نتكلم مع حضرتك. حضرتك بتصورني؟ انا قلت لك هصور قبل ما اطلع. بس انا مش عايزه اطلع. طيب ماشي اوكي، كلميني حضرتك، مش لازم تطلعي. كلميني حضرتك. انا معايا حياه. كلمة ايه يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك ايه حكايتك؟ انا حكايتي حياه، كل مشكلتي في حياه. انا دلوقتي انا كنت شغاله في البيوت بخدم عشان اصرف عليهم. لا مش عيب، مش عيب. انا مشكلتي حتى لما بسيبها هي واختها في البيت اجي الاقي الدنيا خربانه. زي كل حاجه، الاكل مكبوب، البلكونه كسرتها لي. تنادي تنادي على الناس من الشارع احنا جعانين مفيش اكل، حتى لو هي واكله. يعني امبارح دي واكله فرخه لوحديها ما شاء الله. والله العظيم ما شاء الله. يعني ومشاكل وضرب، واخدها في الشارع تعمل لي مشاكل. في البحر ضاعت مني. انا اول ما دخلت عندك كنت قلت لي ايه ده، كنا في البحر امبارح بنلاقي معايا. الاسبوع اللي فات. الاسبوع اللي فات انا خدتها معايا في اي حته عامه، مش في البحر بس. بس عامه الاسبوع اللي فات في البحر تخطف حاجه الناس. تعمل مشاكل. طب ايه سبب كل ده؟ انا مش عارفه. ما انا لو عارفه انا سمعت من الجيران اللي كنت سايباها مع والدتك باين او حماتك. لا انا اختي. مع اختك. هي طيب ايه اللي حصل؟ اختي جت اتوفت فجابتها لي، لان انا كان معايا اتنين، فصعب ان انا هقدر اربي. يعني اختي توفت وبعد كده كانت قعدت مع مين؟ قعدت معايا، جت هنا قعدت معايا بقى. يعني في قبل البيت. كده قبل كده كان لما هي توفت اختك كانت قعدت مع مين بعد كده قبل ما اجي لك؟ لا ولا معايا انا بعد كده؟ خدتها اول ما اختي توفت على طول. طيب بقول لحضرتك يعني كان يعني سمعنا انك تكذبي وانك تصدقي الكلام. طبعا. ان الجيران انت مش عايزاها البنت دي، عايزه الثانيه. مش حكايه عايزاها ولا مش عايزاها، وعايزه الثانيه. هي عامله لي مشاكل حتى في الشارع، حتى في البيت. اخواتي اسلوبها مش عاجبني. اخواتي خدي عيالك وامشي. طب بتعيش يومك ازاي يعني؟ قاعدين في البيت بنخرج. زوجك فين؟ محبوس. محبوس. وسايبني بقاله 5 سنين. ما عندكيش اي معاش، مع اي دخل؟ لا خالص خالص خالص. سمر قالت لي عودي من الشغل واحنا نصرف عليكي. وكل شهر 2000 جنيه. انا لقيت عكس كده طبعا. هو اي نعم فتره قعدت بصراحه، جابت لي حاجات، جابت لي سرير، جابت لي تلفزيون عشان ما كانش عندي الحاجات دي. خدت فتره تجيب لي صح فعلا اكل وفلوس. مره واحده قطعت، جت سافرت او الله اعلم. فاضطريت ان انا انزل تاني على شغل عشان اصرف على العيال تاني. فاضطريت ان انا انزل واسيب عيالي هنا الاثنين، مش بسيب واحده. ايوه. طب سمعت حاجه تانية برضو من الجيران؟ ليكي برضو ليك حريه الرد، امتنعي او تردي بالاجابه او بالسلب. ان البنت كانت عند خالتها بتربطها بسلاسل وحاجات لا زي لا 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 كده وحبال. لا 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 وده عمل عندها اضطراب نفسي وبتاكل لا لا بس. لا 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 كدب اللي قال كده. لا اختي خالتها تعمل كده فيها. هي البنت صعبه، هي صعبه في عندها فرق حركه. فرق حركه؟ حركه ما بتحبش تقعد. بتحبش حاجه يعني لازم. عربتها على طبيب؟ والله اختي اللي وديتها مش انا بصراحه. قبل ما تتوفى؟ طب الطبيب قال ايه؟ هو قال لها عندها فرقه حركه. يعني مش ليها علاج؟ ما اعرفش بقى ايه اللي تم مع اختي، لان حصلت اختلاف بيني وبين اختي. ما كلمتهاش في غير في اخر ايام ليها قبل ما تتوفى باسبوع او اسبوعين. بس كان الكلام عادي عشان خاطر البنت جت تعبت، وهي ظروفها اختي صعبه، فقالت لي ما عايزه فلوس و عشان البنت تعبانه. فرحت اديت لها فلوس وقالت لي انا مش قادره على ملكي. بتكره معاها؟ لا واحده بس. طب والثانيه كانت بتدعم مين؟ معايا انا. يعني كنت تاخد واحده معاك الشغل؟ لا لا كنت سيبها في البيت يا اما مع اختي. التاني اخواتي كانوا معايا، اخواتي قاعدين هنا في البيت قبل ما يتجوزوا، واما كنت اوديهم حضانه. طب المشكله دي بنت عليها من امتى؟ هي بصراحه بقى لها فتره طويله، هي طويله خالص من ساعه ما كانت عند اختي هي بالاسلوب ده. يعني هي في الحاله دي قبل ما تودكك كده؟
هي راحت عند اختي وهي عندها سنة، كانت لسه صغيرة ايوه طبعا، مشيت متأخر، اتكلمت متأخر، قعدت بقى مع اختي لحد ما كملت 6 سنين. حتى في نموها ما انا شايف ما شاء الله، يعني هي صغيره شويه ضعيفة. عن اختها، هي توأم. زمان احنا زمان هي تقول توأم ضعيفة. احنا عرفنا. بس فاسلوبها طبعا، فاختي قالت لي لا مش هينفع بنتك، وقبل كده طلعت في الشارع عندها ومشيت، وقعد يدور عليها، عايز ترمي نفسها من البلكونه، كبت عليها الشوربه وتلعب في الاكل وتخش عند البوتاجاز. انا سمعت برضو من الجيران اللي هم خدوها من البلكونه قبل كده. فعلا هو ده اللي حصل فعلا. انا كنت عند اختي وسبتها، اللي كانت نايمه، ونزلت عند اختي، كنت بعمل حاجه في رمضان، ايوه وجيت بقى على حسب النايمه، جيت بقى لقيت نهوات من البلكونه، كسر الباب عشان يخش يلحقوها. صحيح. وبرضه سمعت ان حضرتك بتقولي انت يعني انت وديتيها ان حد انا عايزه يتبناها، اعالجها، لا مش انا يعني تعبت من ايه، يعني تعبت من الاسلوب بتاعها، مش من هي ذات نفسها، يعني بتخرب، ملقاش اكل في البيت، ملقاش اي يعني حاجه، قلت كفايه على واحده وحد يتبنى الثانيه. مش يتبلى، انا قلت اوديها ملجأ او اديها حاجه انها تتعالج. يعني ملجأ او او دايره رعايه. طيب احنا عايزين برضو نساعدك، يعني مش احنا اللي هنساعدك، ان نناشد مين انه يساعدك؟ انت بتاخدي معاش؟ ما باخدش معاش، لا. ما قدمتيش ليه على المعاش؟ قالوا لي هاتي ورق، مش عارف، قدمت لها هي المعاش مش ليا انا بصراحه، عشان انا مش مطلقه، لا انا اعمل معاش ليا وكده. لو جبت ورقه ان جوزك مسجون هجيب معاش؟ ما هو لازم بقى اسافر المليا، لفه طويله ومصاريف و طب اللفه واحده مره واحده عشان ما انت طبعا الظروف طبعا مش مسامح ان ممكن انا. تندعي عليهم؟ لولا وحياه، تعال تعالوا هنا الشمس، هات اختك. بس ده انا مش عارفه ادخله مدارس، انا فاتت عليهم سنه بسبب ان انا مش مطلقه، ولازم اعمل حاجه اسمها ولايه تعليميه عشان انا ما مطلقش، ادخله على المفروض الشهر. يروحوا المدارس؟ لا ده فاتت عليهم سنه، المفروض فاتت عليهم يدخلوا، سنة. المفروض يدخلوا سنه اولى في شهر 9 10 الجاي ان طب شاء ما الله. ليه ما حاولتيش تروحي المسؤولين تشوفي أي حل؟ والله انا لفيت بسبب المدارس كمان، ما رحتش للشؤون، رحتي فرحت للشؤون، قال لك إيه؟ قالوا لازم تبقي مطلقه انك تعملي معاش. طب جوزي محبوس، احنا مالناش فيه، هتقولنا اي ورق يثبت. ما تعلميش، تعالي هنا، هو ده اللي حصل، انزلي. احنا بنناشد المسؤولين، انت بس لازم تتحركي، المسؤولين مش هيتحركوا الا ما تتحركي معاهم، لازم تجيبي ورق اللي مطلوب. انا يبقى ممكن لازم اسافر يعني المنيا عشان اعرف ان انا اجيب مش الجواز. مشكله، انت تروح المنيا هاتي مفيش ورقك، مشكله اجيب، هاتي ورقك. على الاقل يبقى في حاجه تسند معاك. السكن هنا ايه؟ شقتك دي شقتنا ورثه بتاعت والدتي، توفت وعليها انا واختي. طب الحمد لله، يعني مفيش، انت عايزه تاكلي وتشربي بس، ما فيش ايجار، مصاريف لو العيال تعبت او حصل حاجه، المصاريف العاديه. بس مش اكتر. نتكلم معاكي، تعالي نتكلم معاكي. اسمك ايه؟ رندا. طب اقف اقف كويس، تعالي تعالي يا رندا معايا. اسمك ايه؟ اسمي رندا. بتحب اختك طبعا، بتحبيها قوي ولا قد ايه؟ ولا نص نص؟ كتير كتير. ازيك يا حياتي؟ والله بدي تتكلم بس هي ايه قدام؟ قولي الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. انا يعني يعني انت لازم تتحركي، انت لازم انا تتحركي، مفيش مشكله، وجيبي وجيبي اوراقك، على الاقل يطلع لك معاش ايا كان المعاش قد ايه، مفيش وتساعدي مشكله. مع نفسك يعني ايه يعني، افتح ولا بطلع اشتغل عشان خاطر افتح حاجه في البيت، يعني تشتغلي من البيت، ايه المشكله؟ اطبخي، اعملي اي حاجه من البيت، ممكن حد يساعدك من البيت، انت تشتغلي من البيت مش لازم تنزلي، يعني في انا اعرف يعني نسمع كناس كده بتاع. ايه رايك في مشروع الكلام؟ في البيت. ليه ما فكرتش في الكلام ده؟ ما فكرتش بصراحه، ما هو ما انت متعلمه؟ لا. جوزك مسجون بقاله قد ايه؟ ماله، واخد 8 سنين، خد منهم 3. 8 سنين. قضيت سلاح. اه بس انا هو سايبني بقاله، كان عيال عندهم سنه يعني، الكلام ده من بدري. بس انا ما اعرفش، يعني انا كنت اعرف عايشين في المنيا ولا كنت عايشين لا هو كل في الجواز، كل في اول جوازي كنت في المنيا، بس جيت الى الغردقه وعشت هنا في الغردقه، جه قعد معايا شهرين ومشي، كنت انا حامل في العيال، ما شافش عيال اللي عندهم سنه، ولا مصاريف ولا اي حاجه للعيال، ولا يصرف ولا اي حاجه. انا بقى طيب كنت بطلع اشتغل واسيب. انا بامانه انا جاي مش عشان الجيران قالوا او معدو قعدوا، انا بسالك عشان تردي، ومن حقك الرد، جاي برضو عشان حد يساعدك، يعني حد يساعدك مش اكتر، او انت ساعدي نفسك بالمعاش. ما فيش مشكله، انا اروح اجيب الورق واخلص الورق واساعد نفسي.
ممكن اصور المكان عشان برضه الناس تشوف. مفيش مشكلة. يعني الحالة الاجتماعية اسم حضرتك؟ اسمي هنا. الحالة الاجتماعية بتاع هناء يعني، يعني زي ما انتم شايفين يعني هي تستاهل المساعدة يعني، عشان عايز تربي ولادها، بس ما يعني تقال عليها شوية، او الحياة جت عليها شوية، جوزها اتسجن. انا اخش جوه عادي ولا؟ جوزها اتسجن، فهي بقت العائل الوحيد لولادها، بنتين التوأم. اذا ما انتوا شايفين المكان يعني بسيط خالص، يعني يفتقر للأدمية شوية، او هو يدوبك على قدهم. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. معلش يا طب ليا حق الدفاع. طيب اتفضلي حضرتك تحت، انا هاجيلك. انا ليا حق الدفاع. طيب ماشي اتفضلي. لا 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 خالص، لا خالص، مفيش اي حاجه. انا زعلانه منك يا سمر. اول حاجه بتقولي البنت في الشارع هي امك. مش عايز تشابك. مش عايز تشابك. لا 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 خلينا مع حضرتك يا دكتور. يا دكتور ما ينفعش نطلع الكلام ده يا دكتور، ما ينفعش نطلع الكلام ده. انا مش قلت لك اقعدي اقعدي ولا كل شيء بنطلع بالسيف البنت الصغيره. لا لا مين اللي حصل والله؟ الشارع كله الشارع كله. الشارع الصغيره هنعمل في الشارع. لا 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 مين قال لك كده؟ هاتي واحده مره مش كويسه. مش عايزين. لا 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 بلاش يا جماعه. دكتور انا جاي مع حضرتك. ماشي تعالى اتفضل. ماشي انا جاي لحضرتك، بس دي واحده بس، دي واحده جاي لحضرتك. سيب البنت الصغيره وبتمشي بس. خلاص يا دكتور خلاص خلاص، مفيش مشكله يا سما. ماشي اتفضل. بس انت مش من حقك تغلطي فيا تقولي البنت. لا ما انا قلت لها ازاي تروح عند ابو عبده مش ابو عبده. انا مش عايز يعني اهدي شويه بعد اذنك. انا جاي اساعدك، انا جاي اساعدك، انا جاي اخد الموضوع من اساسه. تمام، فاحنا برضو بنناشد عن طريق انت ناشدي الناس او ناشدي المسؤولين يعني، لازم تحرك. اي انا هاتيلي تليفوني انا اسمعك. انا بنتي كل يوم معايا ولا لا؟ انا مش جاي تحقيق. انا مش جاي كده والله. انا مش جاي تحقيق. اصل انا ما بحبش ان حد يقول ان انا بسيب بنتي من غير ما يشوفه. انا مش جاي تحقيق. انا مش كده والله. من حقك تقولي اللي انت عايزاه والناس تقول لي عايزاه. انا يعني انا مش جاي تحقيق. لازم تتحركي عشان تعيشي. تروحي تجيبي ورقك، الورق اللي جوزك محبوس، بس اللي هي ملحوظه عند حضرتك. البيت اترتب شويه يعني مكركب قوي. ما انا لسه كنت بروح في البيت والله. ايوه يعني طيب ممكن اجيب وشك وتقولي كلمه ينفع؟ لا مش لازم. مش لازم تمام. ساعدي نفسك. اكيد طبعا. وضبي بيتك. مش محتاجه مساعده من سمر. ماشي كل واحد حر في نفسه. هي كتر خيرها ساعدتني كتير. وضبي بيتك. بس اهانتني كتير. لا بس لا بلاش بلاش بلاش. لا لا مش كلام زياده. لا مش كلام زياده، ده الحقيقه. طيب ماشي حضرتك. لما تنادي على بنتي في الشارع وتقول لها امك بتروح واحد عند واحد اسمه ابو عبده. لا مش هينفع. مش هينفع ان احنا بنقول. لا مش هينفع. لا 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 معلش لو سمحتي. لو سمحتي انا مش هسمح لك. انا مش هسمح لك بكده. ده الكلام ده غلط حتى لو حقيقي. انا ماليش دخل. ساعدي نفسك. انزلي انزلي هاتي ورقك. اجيب الورق مفيش مشكله. هاتي معاشك. اشتغلي من البيت. وضبي بيتك. هتقولي كلمه خير. تقولي ايه؟ نقول متشكره ليكوا على اللي انت عملتوه معايا بصراحه، وانا طبعا هساعد نفسي بايدي وشان عيالي، بس مش اكتر من كده. شكرا ليكي. وناخد راي الناس برضه معاك على حقهم. يلا بنات مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. باي باي يا حبيبي. باي باي مع السلامه. ربنا معاك. كنا عند الاستاذه ام التوام. زي ما انتم شفتوا حضراتكم احنا بنجيب الحدث من اصله، ما بناخدش طرف واحد او حد يقول الكلام وخلاص. لازم نجيب الامور من داخلها. التوأم زي ما انتم شايفين في بنت واعيه جدا وفي بنت مش واعيه، فعندها عدم ادراك حس شويه، عايزه علاج. الله يكون في عونها. برده الحياه صعبه عليها. الحياه صعبه عليها. جوزها اتسجن، بس البيت مكركب شويه. هناخد برده راي او رد الدكتوره سمر، لان احنا جايين على الدكتوره سمر، فاحنا قلنا نجيب الحدث من نظره. ماشي اتفضلي. اتفضلي حضرتك. اتفضل. تعالي اتفضلي حضرتك تحت شويه. قولي لحضرتك اللي انت عايزاه. انا معاك. انا مش هقول حاجه يا جماعه. احنا البنت جات لي قالت لي وديها ملجأ.
هي جت قالت لي وديها ملجأ. قالت الكلام ده؟ قالت الكلام ده؟ هي قالت لي فوق الكلام ده. قالت لك ايوه. قالت ليه يا حبيبتي توديها ملجأ؟ قالت لك البنت شقيه جدا وانا مش قادره عليها نهائي. انا مش قادره، ما كلنا اولادنا اشقياء. طلعنا لايف والناس كلها بتساعد وجبنا اكل كتير وحاجات كتير بشرط يا استاذ عبد الوهاب ان هي تقعد في البيت ما اشوفش البنت الصغيره لوحدها. ايوه قلت لها لو رايحه عند اختك قولي لي. ايوه عشان اختها ماتت توفت. هي توفت بس ليها اخواتها هنا. تاني يوم بعد ما ودينا المساعدات والاكل والشرب قمنا قلنا لها يا رحت بقول لها بقول للولد روح شوف. انا كنت دي امانه، الناس مدياني فلوس ومدياني اكل وشرب، الامانه ان هي تقعد بولادها. أيوه. رحت ما لقيتهاش، لقيتها بتقول لي انا كنت عند اختي بعمل اكل وسايبه البنت الصغيره تحت وفوق واخده البنت الكبيره معاها. أيوه. طيب انت رايحه تعملي اكل ما تاخدي الاثنين؟ قالت لك لا شقيه ولادي مش بيستحملوا. قلت لها تمام. اول ما اتكلمنا معاها اخيرا كانت امبارح في البحر. البنت طيبه جدا، البنت طيبه جدا جدا جدا. هي هاديه اهو. هو حضرتك شفت يعني اللي هي بتقوله حاجه وفي الحقيقه انا جبتها عندي المحل. البنت ايه عايزه تاكل، عايزه تفتح ثلاجات تاكل. تخصص حضرتك انا تخصص تخاطب وتوحد. يعني شغلك؟ شغلي طبعا. وفي حد اتبرع بحضانه قال لي يا سمر لازم مخ واعصاب. قلت لها تمام مخ واعصاب. كانت بتيجي للبنات انا عايزه 50 جنيه اقول لها ليه ال 50 جنيه؟ تقول لي مثلا عشان اجيب انبوبه. اقول لها لا هاتي خلي الانبوبه تحت وعلى المراه العين عشان دي فلوس، هي بتشرب سجاير فانا حرام يبقى فلوس جايه للحلال وهي تروح تشرب بيها سجاير، صح ولا غلط؟ عايزه كارت كهرباء اقول للولد روح غير لها كارت الكهرباء اشحنه لها، عايزه كارت مش عارفه ايه روح اعمل لها كذا. ما كنتش بديها فلوس في ايديها غير بسيط جدا. الفلوس دي مش بتاعتك انت، مش بتاعتك. الناس بتتبرع بيها وانت بتصرفي تبرع. أيوه. تبرع. أيوه. للايتام لكده الناس عليك انت تعرفي رايحه فين. طبعا. أيوه. وحرام ان انا اديها فلوس في ايديها تشرب سجاد. في يوم الجيران قالوا لي راحت البحر وسابت البنت في البيت. أيوه. قلت للمحل اطلعوا شوفوا البنت لوحدها. لقوا البنت لوحدها فوق. بعت لها قلت لها تعالي سايبه البنت؟ لا. قالت لي والله لا ومش لا، ده احنا امبارح رحنا البحر النهارده ما رحناش. تمام. البنت الكبيره بنتها الكبيره دي يا استاذ عبد الوهاب محفظاها كل حاجه وعارفه اللي هي التوأم. حافظه كل حاجه عن مامتها ومفهماها كل حاجه. تمام. بس جيت في مره نروح نشوف البنت ما لقاهاش. لا والله انا مش فلوسي، ده حاجه الناس بس انا امينه ليها. الناس كل لقينا بقى البنت على طول لوحدها فوق محبوسه. احنا استاذ محمود دبابه الخير جاب لها تلفزيون، جاب لها رسيفر، جاب لها سراير، كل الحاجات اللي انت شايفها فوق دي من اهل الخير. من اهلها. ده ما كانش حاجه، ده احنا ودينا لها منظفات عشان تلمع الارض. اللي الحاجات دي المفروض انت واحده ست وتشتغلي في البيوت، الحاجات دي المفروض تعمليها من غير ما احنا نقول لك. ايوه. تمام. انا قطعت ليه بقى؟ قطعت عشان خاطر رجعت ريما لعادتها القديمه. طلعت ما نعرفش بتروح فين، معاها البنت الكبيره والبنت الصغيره نخبط. انت شفت البيت عامل ازاي فوق؟ شفت الباب؟ احنا بنخبط كده والبنت الصغيره تبص لنا من الباب. عشان تخش دي بالبيت كسرناه لما البنت وقعت. أيه. ده هو الولد عايز يفتح ما عرفش فنط تاني بالبنت. انت متخيل بنت بتقع وعايزين ننقذها؟ انا كنت واقفه في الموضوع. أيه. كله الولد خبط الباب كده عشان يفتح لانقاذ البنت. عشان ينقذ البنت. الباب برضو ما اتفتحش ونزلنا تاني من البلكونه رغم كسر الباب ما اتفتحش. ما اتفتحش. المهم يا ستي ايه اللي هيرضيكي؟ قالت انا قلت لها يرضيكي 2000 جنيه في الشهر؟ قالت لي طب ال 2000 جنيه دي يا استاذ عبد الوهاب الناس بتحتاج ايه؟ بتحتاج ايه؟ مش اكل وشرب؟ ايوه. وكهرباء وغاز والحاجات دي؟ أيوه. احنا وفرنا كل ده بس بشرط ان انا ما اديكيش فلوس في ايديكي غير لو قالت لي مثلا انا رايح اكشف للبنت. احنا رايحين نتفسح بس ان انا الاقي البنت لوحدها فوق تاني ومحبوسه؟ لا انا لن يعني اقبل بهذا. غرض من فلوس البنت. طبعا لن اقبل بهذا. ما تمش خلاص ملوش لازمه. بنقول بقى طبعا احنا الشارع هنا هي العماره اللي بعدنا. الجيران كلها عارفين، كل الجيران معانا. تمام. وشايفين. وقلت لهم راقبوا لي هناء. هناء لما تطلع قولوا لي وهي مش معاها البنت عشان دي امانه. دي امانه انا اتحاسب عليها وامانه تخش على بيتي بالحرام. المهم لقينا هناء على طول معاها البنت الكبيره وسابت البنت الصغيره تاني. استاذ ابو سامح ده اللي انقذ البنت وهي بتقع وهو يشهد انا بعمل معاها حاجه. ايه احنا ما استدعيناش الحاج لوحده دلوقتي. ايوه اهو في الشارع. ماشي. يعني بالصدفه. يعني الحاج بالصدفه العماره بتاعته اول شيء. احنا بالصدفه الحاج معدي فالدكتوره ده اللي قالت له السلام عليكم. سلامتك يا انا جاي بظروفها اتلاقيت البنت دي. انا كنت في دلوقتي وصلت معاها وشفت الاولاد. وسطها وسط البيت تمدلدل في الشارع. وسطها يعني رقبتها جوه في قلب البلكونه في الحديد
ووسطها في الشارع. كان بقالها كام يوم؟ جيت جاري خدت سلم من هنا كده جاري وطلعت جبتها من فوق. كان بقالها كام يوم لما سالني على امها؟ بقالها 3 ايام. اهو اللي بتقول لك رحت 3 ايام سايباها في البيت لوحدها. طب بتاكل ازاي وتشرب ازاي؟ بيحذفوا لها اكل وميه ده مين اللي بيحذفوا لها؟ الناس اللي في الشارع، الجيران كلهم، الجيران وابو كريم اللي في الشارع، بتاع ال الصبار يعني. الكلام ده بقاله قد ايه اخر مره؟ قالوا كده كان في رمضان، رمضان اللي فات. الدكتوره بعد انتوا بدات تساعدوها والكلام ده؟ بدات تساعدها بقى بتاع الكلام ده، حتى طلبت مني حاجات بان في ناس هيدفعوا فلوسها. طلبت منك ايه يا ابو سامح؟ مراتب وسراير وحاجات مني. والله كله عند ربنا. بس هي بتساعد فيها، بس مش صادقه نهائي. انا وقفت علشان الناس اللي بيطلعوا عندها فوق ناس شكلها غريب جدا. اولا ستات شكلها غريب جدا وهم عارفين، تمام. ثانيا ان هي سابت البنت فوق برضو مره واثنين وثلاثه واربعه وبتيجي لها بالليل. انا بقى اوقف ولا ما اوقفش؟ وطلعت قلت للناس يا جماعه انا هوقف صدقه حياه، كنا مسمين الحاله بصدقه حياه علشان خاطر الامانه. احنا جايبين اكل للبنت مش جايبين اكل للجمهور، جمهوريه مصر العربيه كلها تاكل. هي بتقول لي البنت محتاجه كلب فرخ يا استاذ عبد الوهاب. هي بنفسها بتاكل بتاكل. انا 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 درست حالتها يا جماعه، بتاكل لان هي نشات ان الحياه يعني الحياه اكل. الوصف الطبي يا دكتوره او الوصف بتاعها؟ هقول لها ما انا ما اقدرش اوصف غير لما دكتور مخ واعصاب يكشف على الدماغ. ده الصحيح ظاهريا. ظاهريا هي نشات في علاقه حيوانيه اللي هو انا الاكل وبس. الحيوان بياكل خلاص زي الحيوان. القتل لما يشوف لحمه بيعمل ايه؟ لا خالص، عمرها ما لعبت. بس بامانه انا طلعت لقيتها حاسبها ونضيفه. ما هي احنا من الصبح في اللايف، فهي سامعه كل حاجه. احنا من الصبح في اللايف، وانا طلعت اللايف قلت يا جماعه انا واقف صدقه حياه، وجت قناه صورت معانا. انا قلت يا جماعه غسوها. ما عندهاش تليفون؟ معاها تليفون، معاها تليفون تاتش دلوقتي. لا معاها تليفون تاتش دلوقتي. مع البنت كانت بتلعب بيه. معاها تليفون. انا طلعت بس علشان ادافع على نفسي. انا وقفت لما هي اتجهت للطريق الغلط تاني. عايزين نعرف برضو المصداقيه. تمام. عرفتوا ازاي كانت بتربط بسلاسل وحبال؟ هي اللي قالت. هي اللي قالت. هي اللي قالت. هي قالت انا اختي كانت بتربطها في الكنبه من كتر ما هي شقيه. ايوه اختي كانت بتربطها بالكنبه من كتر ما هي شقيه. ايوه هي انا ما شفتهاش. انا يعني انا بيتي هنا من زمان وهي جارتي، بس انا ما اعرفش الطفوله بتاعتها عامله ايه غير لما هي حكت وجات لي وانا في يعني على لسانها هي. كل حاجه على لسانها هي. وحضرتك لو شفت رقبه البنت هنا كلها تشوهات ورجلها كلها تشوهات. وعم ابو سامح لما انقذناها من البلكونه كانت رجلها عامله ازاي؟ كانت مفتوحه يعني في جروح. هي بتضربها ضرب قاسي جدا. وهي اللي هي المعترفه. هي اخر حاجه اتعزمه شاف الشارع. ما حتى انا سالتها ما بتجيبتش. قلت لها اللي تعكر على مسرح شويه. قلت لها انت قلتي للجيران خدوا بواحده وسيبوا الواحده. ازاي يعني انت ايه هتربي واحده بس؟ قالت لي انا مش قادره. فعلا انا مش قادره. بنت حضرتك طلعت طبيعيه. يا استاذ عبد الوهاب، الطفل اللي عنده فرط حركه ما بيقعدش في مكانه. ايوه بنت قاعده. بس البنت لما تستاب 3 و4 ايام لوحدها في البيت هتعمل ايه؟ ده كانت انا طلعت لقيتها مكسره القعده. مكسره البيبان، مكسره كل حاجه. صورت كل الشقه. ده حضرتك دي بعد التعديل واخترت عليها ان هي تساعد نفسها. لا حضرتك شفته بعد التعديل. مفيش ايجار. قالت لي اكل وشرب. ما كدبتش على الكلام ده. استاذ عبد الوهاب احنا كنا بنودي امي. كنا بنودي اكياس وبنودي هدوم جديده وبنودي العاب. كل حاجه اهل الخير تبرعوا بيها. وكل حاجه راحت لها على البيت. بس ان انا الاقي اشكال غلط طالعه الشقه، وان انا الاقيها حبسه البنت برده، والبنت الكبيره رجعت ريما لعادتها القديمه. هي بتقول لك انا راح اشتغل. لا البنت الكبيره لسه قايله لي دلوقتي احنا ماما مش بتشتغل. وانا كنت طالعاها في لف قلت لها ماما بتشتغل؟ قالت لا ماما مش بتشتغل. احنا بس سيبناها مره واحده في البيت. البنت حافظه، البنت الكبيره ذكيه وحافظه. فانا والله انا قلت كل ما يملي عليه ضميري وعملت كل ما يملي عليه ضميري. قلت كل ما يملي عليه ضميري وعملت كل ما يملي عليه. اي حاجه تاني لا مش عارف. اي حد اي حاجه تاني. وهي بقى صادقه ولا مش صادقه؟ انت شفت الكلام اللي بتقوله؟ الفاظها بذيئه. ايوه لا انا امتنعت عن لا لا. انا بعدت الكاميرا و لا لا بقول لحضرتك انا كنت طالعه عشان هي بتقول لك سمر وقفت لوحدها. انا وقفت من اللي انا بشوفه بصراحه. خلي بالك ما بتعملش خير هنا بس. هي انا عارف. لا مش هو ده حقي. معروف معروف. يا عم ابو سامح ده حق الناس عليا. هي حتى بتقول لي بتاعتك. قالت لا مش بتاعتي. الناس بتديني وانا بتيجي تطلب مني حاجات تطلعها لله. فانا انا والله قلت وعملت كل ما يملي عليه ضميري. طب اقول لكم يا جماعه بس يعني منطلق الانساني مش اكتر. اتفضل. حاولوا تساعدوها برضو. هنساعدها ازاي ما هي بتطلع وبتسيب البنت؟ معلش احنا بنساعد البنت على الاقل على ما يطلع لها معاش.
على قد ما تقدروا بصراحه. اسال اي حد في الشارع وحضرتك ماشي قول لهم البيت ده عامل ازاي او الناس اللي فوق دي عامله ازاي. بس انا ساعدت عشان خاطر البنت يا جماعه متدمره، ولما لبست وكلت بقت عامله ازاي يا عم ابو سامح؟ لما البنت لبست كنت بشوفها في الشارع بقت حاجه تاني. انا انا اعتبرتها كبنتي والناس كلها اعتبروها ان هي بنتهم. بس ان انا اشارك في حاله وعارفه ان الاكل ده حد تاني بياكله او يعني هي او ان هي مش احنا قعدناها حد تاني بيجي لها بياكله هو، قعدناها قلنا لها عودي واحنا نصرف عليك. هي بتقول انا ما هي كانت عايزه 2000 جنيه في ايديها. ده لا معلش، بتشرب سجاير الفلوس دي هتروح لايه؟ حرام. فقلت لها اللي انت عايزاه تعالي خديه من المحل. يا ياسمين هات الصندوق بتاع حياه، صندوق كده، هات صندوق حياه، صندوق كده الناس بتبعت بال200 بحط فيه. بعيد خالص عن محلي، يعني ده اسمه صندوق الصدقات. لا انت ما يعني مصدر ثقه يا استاذ. لا والله ما انا بقول ما دام الناس وثقت فيا يبقى لازم ان انا احترم الحاجه دي. هوري لحضرتك اهو، صندوق اهو حاطين. هات حضرتك صندوق. في ناس بتحوش وبتيجي تديني بال5 جنيه وال20 جنيه. ده صندوق حياه. شوف كده يا جماعه ما شاء الله، ده دي امانه، ما شاء الله دي امانه انا مؤتمنه بيها. متينات وميات مش هينفع اروح اديها تشرب بيها سجاير او تخرج بيها. ربنا يحفظك. لا حرام، ربنا يحفظك حرام. واسال اي حد، اسال. انا بقالي شهر ونص بساعد في الحاله وناس ماشي هو ام كريم جاي اهو مستضيف كل الناس اللي بتتبرع بالاكل وبتتبرع بالشرب يقول لك اتفضل يا فندم. ده الصدقات دي ما دام رايحه المكان يبقى امين عليك. لازم يعني احنا لو هنفك المحل والله ما بيفتحوه استحاله. ده مقفول لحالات ايتام، لحالات عروسه، اي حاجه ثانيه. مزال حسناتك يا دكتوره. فانا بقول لك البنات البنت الصغيره مره جت قالت ده بلغته نبض الطفل. بص الجيران اللي فوق كمان، الجيران اللي موجودين فوقيها متاذيين جدا جدا، بلغوا نبض الطفل وانا بلغت حق الطفل. كل بيقول لك دي حاله، هي الام مش راضيه تسيبها، يا تسيب الاثنين يا تاخد الاثنين. وهي بتقول لك لا انا بحب واحده ومرتبطه بواحده. بقول لك اول لايف لحياتك كان شكلها ايه؟ بنت كانت، لو انت حضرتك بتشوف الاطفال اللي تحت الكوبري والاطفال المشردين كانت زيهم بالظبط، والبيت كان زريبه متسخه. لا متسخ دي كلمه قليله. البنت لما بقت تاكل وبقت مهتميه بيها الموضوع فرق جدا يا استاذ عبد، فرق جدا جدا معاها. ياسمين خدي الصندوق. ف مصير الفلوس دي ده هيروح لحالات تاني. معانا بتبقى حالات قدم سكري ومعانا عرايس ومعانا حاجات كتير. تعالى يا عم ابو كريم. ابو كريم اكتر حد ساعد حياه، كان بيرمي لها الاكل والشرب من البلكونه. تعالى يا عم ابو كريم قناه بصر. تعالى كده الاكل والشرب اللي انت كنت بترميه. اتفضل. ده ناس محترمه وبتساعدنا. ست عندها لا مبالاه في كل حاجه، سيب البنت من غير اكل وشرب، مفيش احترام. الناس ساعدتها، في برضه ناس كتير جولها وساعدوها وهي بصراحه اعصابها تعبانه. طب كنت تدولها الاكل ازاي؟ بالبلكونه. هي في البلكونه فوق ازاي؟ بنحط لها في كيس وبنربط الكيس ونحذفه لها عصير وبسكوت والحاجات ديت. والبنت بتعطش كل شويه تقول انا عطشان. يعني هي بتحب ابو كريم، هي بتعطب بتنادينا يا ابو كريم يا ابو كريم عطشانه عطشانه عطشانه. يعني شوفها ازاي يعني؟ طب وانت معدي هو تحت، انا تحت المحل، المحل بتاعك. يعني انت تحت منه وعلى طول بنت عليك. تند عليا المحل، انا عطشانه عطشانه ابدلها كل شويه. المكان احنا الغردقه، شارع اولاد بطاط. اولاد بطاط الجامع اسمه ايه؟ مسجد الهادي النبوي. مسجد النادي النبوي عشان الناس بتسال. لازم يتكتب عليها والله العظيم. في المشكله اللي هي بتقول لك انا مش عايزه البنت، مش عايزه البنت وبتاخد بنت تانية معاها وتتاخر، ولما تتاخر في الشغل بتاعها بيسيب التانية من غير اكل وشرب. طب ليه؟ احنا حاولنا نساعدها مره واثنين وثلاثه ومع الدكتوره، وقلنا لها اكتر من مره احنا معاكي ومش عارف مش عايزه تشتغل ما تشتغليش. والناس اللي جم وساعدوها، لكن هي مصممه برضو على الوضع بتاعها. تطلع تاخد البنت الكبيره وتسيب البنت الصغيره ليه؟ انت اكتر حد كنت قريبا. تحتهم، تحت البيت على طول. كريم جدا مرتبطه وبتحبه جدا. احنا من يعني بنناشد لوجه الله اللي هي تحافظ عليهم. يعني هي حتى لو كل واحد احنا بنساهم معاها في كل حاجه. عندها هي عندها واخده من السوبر ماركت حاجات، مدينا الفلوس بتاعتها ما بنخليش عليها حاجه. طب هي بتعمل لها معاها ليه كده؟ وبنسالها تقول لك شقيه، يعني مش عارف انا شقيت في ايه بنتها. اي حد بيحاول او عايز ظفر بنت مستكينه خالص. احنا صورنا معاها فوق مستكينه خالص على الاخر.
على الاخر خالص. شكرا يا كريم. ان شاء الله تحت امرك يا باشا. هتقولي حاجه يا دكتوره؟ حاجه بالصدفه احنا بناخد ناس بالصدفه يا جماعه. احنا ما حضرناش حد، ما حضرناش ضيوف. الوحيده اللي حضرناها الدكتوره سمر. شكرا يا ابو كريم. عايز تقولي حاجه ثانيه اخيره؟ هي البنت الصغيره، البنت الصغيره اقول لها مامتك فين؟ تقول لي عند كذا. اسماء اللي هي قالتها فوق، البنت الصغيره هي اللي بتقول. فبقول لها انت ازاي بتسيبي بناتك كده؟ احنا وقفنا المساعدات. فقالت لي وقفيها وقفيها. اسلوبها بذيء جدا. حد يقول لك ما توديها ملجا احسن من الموت؟ يا ريت حد يجي واخدها للملجا. انا هبقى مرحبه جدا. لما بلغتوا الطفل؟ محدش تواصل معايا. والناس اللي فوقيها بلغت الشرطه. كلموها قالت لهم انا بطلع اشتغل بدل ما اعمل حاجه وحشه. بس عايزك تزودي حاجه يا دكتوره؟ انا 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 يا جماعه ضميري والله 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 يعني انا عملت معاها كل ما يتعمل، انا واهل الخير كلهم، مش لوحدي مش لوحدي، بس هي اللي فيها رجعت ريما لعادتها القديمه. شكرا. متابعي مشاهدي الموقع بصراحه الاجباري، كما عودناكم الحدث من داخل المكان. جبنا الست وسالناها، وجيران اللي كانوا بيلموا تبرعات الدكتوره حكوا لنا كل حاجه. ولكم ان تحكموا بما ترون. وبالناشد المسؤولين وناشدناها هي كمان تساعد نفسها ان تجيب ورقها عشان يعرفوا التضامن، يعرف ان جوزها مسجون عشان يطلع لها معاش لو هي مش عايزه حاجه من حد. وناشدناها انها تنظف بيتها وتنظف ولادها. شكرا. كان معكم عبد الوهاب كتير من الغردقه. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.